اليوم حقيقة هذا حقيقة شيء غالي علي. قبل شوي جيت من تكريم كيال، وكل الشكر للدكتورة أمل سليمان. تكريم على الكلمة، تكريم للقيمة، تكريم للمحتوى، تكريم عصام. انت الموبايل شو بدك فيه العصام؟ انا بطفيه خلص عشان اركز معك. انت حطيت بس كان شغال. انا بقول لك عشان بدنا نعيد هلا يا محمد. لا اله الا الله. طيب منعيد هذا التكريم. نناه قبل شوي في كيال، للمحتوى، للكلمه، نلناه لعمق المحتوى اللي عم قدمه، اللي كان في الحكمه اللي في اخر صدى الملاعب. حلاوه التكريم كانت ضمن مجموعه من النجوم الكبار: عاصي الحلاني، عابد فهد، نادين نسيب نجيم، كارول سماحه، والنجم مروان خوري. اسماء كثير كبيره كانت موجوده. تشرفت اني كنت فايز السعيد. اسماء كثير كبيره كانت موجوده. تشرفت اني كنت موجود مع الدكتور حبيب غلوم. هذا يعني يضع صدى الملاعب في منطقه كثير بتليق فيه مؤخرا، لانه دخل الى حيز خارج الرياضه، وحيز الكلمه، وحيز المحتوى الاجتماعي الثقافي. كل الشكر لكايل، للسيده امل سليمان، ولكايل. طيب ممكن نبارك ولا لا؟ ماشي. ده انت جاي متاخر. انت طيب ما تباركش. انت جاي انت.